وأين هم العلماء من مقام الأستاذ الشيخ مكي النصيري وعلوتنا على تضرعه في الفقه؟ كان رجل حركة وطنية وأنشأ جرائد وأتى بالأساتذة من المشرق العربي وأطروا جريده، وكان يكتبون معه بالعربية والفرنسية، وأنا بحكم سني أرقوا أنسومنياك سني كنسمع وسمعتها من زمان في السبعينات، ولكن أردده أكرر سماعها تفسيره القرآن، فهو يفسره بلسان مفوه ورصيد لغوي كبير جدا، وينال كل استحساني ورحمه الله. وقليلهم الأكل كان الإمام الشيخ الأستاذ علامة محمد عبد، وكذلك الشيخ على المكي النصيري وهو تحفة. أريد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أن أقول أهتف بشيء في أذني كل الذين يتمون لماذا تأخذون مثلا ليم دي بيتهوفن ليم دي لازوار طام 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 طام، هذه ألماني بيتهوفن، وتركبون على كلمات شرقية عربية من الشرق وتبيعون رسيل سرق الألحان، تسرقون الألحان وتسرقون القصائد. كذلك أغنية ديال أوفنباك، جاك أوفنباك، تيرارا ليرارا تيرارا، هذه أغنية ديال جاك أوفنباك كان يغنيها في الكباريات، خديت اللحن وركبت علو كلمة المشارقة إخواننا وأساتذة العرب المشارقون، وتمت كتبيعو لا أعطيتم الحنن ولا أعطيت الكلمات. قديما كان مع الاصدقاء كان عندنا الشيخ عم طب المصور، كان يدبج قصائد ويلحن. أين هم الذين يكتبون بالعربية في الملحون؟ فهذا السماع والمبادع هم آلاف عشرات الألوف يسرقون الألحان من الشرق. فوق النخل فوق هذه ديال موشح ديال صباح فخري، خذوا الموسيقى خذوا النغم الشرقي وخذوا الكلمات الشرقية وبقى يطبعوا كيبيعوا. أين إنتاجكم في مجال القصائد والمديح والسماع؟ أين ألحانكم كمغاربة كعربة؟ كتاخذوا الألحان ديال بيتهوفن وجاكوفين باك وسميتو بيتهوفن وجاكوفين باك وصلاح فخري وصباح فخري، وتاخذوا كلمة الشرق وتبداو تطبعوا. أين هو إسهاماتكم أنتم؟ على كل حال الحركة كان عروج على المكي النصيري، الحركة الوطنية كانوا ضد كل أشكال التجيل والدجل. الآن أصبحنا في هذه المناسبات البوتشيشية العيساوية والكتانية والدلقاوية والتاشينيغاليت والراي والربط خلط، كل بيزنس. أين هو يتجلى الشعور الديني والثقافة الإسلامية بحب اللغة العربية والعطاء؟ من لا يعطي ليس بعربي ولا مسلم، أعطي أعطي لإخوانك المحتاجين، وبالأخ إن كانوا رجال العلم. أما الترترة والتبسريت والتقناويت والتشتر وغير عنك كتعيفوني. المكي النصيري علامة، وقرأوا كتابات الشيخ الأستاذ العلامة محمد عبده أستاذ أسد في الأسلوب تحقيق الكتب تفسير القرآن، شيء عظيم. وأنا أكبر نماذج وطنية مثقفة ثقافة عربية إسلامية كالشيخ المكي النصيري وعلى الفاسي رحمهم الله وغيرهم كثير والرحالي الفاروقي. أنا كنت مكبا على هؤلاء الأشخاص، أتابع كل إنتاجاتهم الإذاعية والمنشورة. رحمة أعلام الحسن تاني في آخر ما قد في كتب، إن أخشى ما أخشى على المغرب هو المسخ الثقافي، نصرنا في المسخ الثقافي. وقد كان يقول هذا، إن الأمر قد يكون أصليا لكنه ليس أصيلا. ظاهرة الثقافة تشطح مع الحضرة أصلية ولكن ليست أصيلة، تجاوز رجال الحركة الوطنية كانوا بعد كلمة أخيرة عطف الله على المجرمين الصهاينة قتلوا فلسطين. هذا الصباح الذي كنت أرقته ففتح في المذاع فسمعته إلى المكي النصيري يوميا منذ 1947 المجرمون اليهود
الصهاينة العنصريون الدكتاتوريون المتوسعون يقتلون إخواننا في العربة والإنسانية والإسلام منذ 1947 بعد أن كسروا ودمروا الجيش المصري، يدمرون المساجد المستشفيات ليزانفراستركتور المدارس، المجرمون الصهاينة الكلاب أعداء العربة والإسلام. السلام عليكم. الأستاذ مصطفى النيري، كاتب عربي.